الله يترقب هذه اللحظات بالنسبة للمسافة المتبقية في حدود 70-80 سنتيمتر أقل من مترو. ولكن كاين اللي كيقول نكمل لك نكمل لك نكمل لك وسولي غتبقاي تسولي تمشي تتفهمي كل شيء. مرحبا. غير باش تأكدي بأنه الحقيقة غتاخذيها أنت كما هي بلا زيادة بلا نقصان. قالت واحد 70-80 سنتيمتر. هاد 70-80 سنتيمتر يعني قربنا لك التونيل داك القطر يتقبل الماء. القطر يتقبل الماء من حقه غادي وكيديا شباب. إذا لا ضربتي غير بالجهة شوية طيح في حجرة ولا ضربتي حجرة ولا ضربتي حجرة ولا شي حاجة غطاح لك تما كاين يعني غتسد لك فوها ديال الثقب المائي. إذا حكمتي العملية كلها بالفشل شنو خاصو يدار؟ الناس المختصين ديال الوقاية المدنية 70 سنتيم ولا 80 سنتيم غيتوعوها بشوية بشوية باش ما تطيح حتى حجرة صغيرة. تما هادشي هادي آخر مستجدات التقنية. غتسولوني على سيارات الإسعاف والطاقم الطبي حنا كنديرو هنا باش كيدير لي السي ديالو باش تشوفو لومبيلونس شفتي ليطا ميكانيك ديالها وليكيب ميديكال باش تكون موجوده يعني كيدخلوا ويخرجوا باش يتم حيت في المراحل الاخيره باش يكونوا موجودين. السؤال اللي غطرحوا هو الحاله الصحيه. الحاله الصحيه كما قلت لكم حنا كنتمنوا من الله تبارك وتعالى خصوصا في هاد الامطار في هاد السنتيمترات الاخيره نسمعوا شي اخبار زوينه بحال انتم غتفرحوا حنا غنفرحوا واقيلا فرحه في الوصن فرحه ضربه في 100 لا فرحتي نتوما حنا الفرحه ديالنا غنضربها في 100 حنا غنحسوا بواحد التواصل كل ما يروج كذب فكذب. انا 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 اكلمكم ك... انا اكلم انا أكل... انا يعاني من قصور ورجول. انا اكلمك كمسؤول اللي كيقول الطفره يعاني من قصور يعني وصل ليه وقلبه منين داز ليه يعني العلم لله. احنا الامل راه مشتو لومبيلونس كاينه راه الهليكوبتر هي موجوده يعني هذه راه حنا كتبين بانه مؤشرات بانه حنا امنين في الله تبارك وتعالى نلقاو فيه ما يتعالج ان شاء الله باش يمشي لاقرب وحده استشفائيه. كنتمنوا من الله وكنسالكم الدعوات وراء اي مستجد دري غير مني غادي يخرج راه ما غيجي فين وصلنا حتى غتعرفوها انتم غنجي نقولها لكم بحاله صحيه. الاكسجين عنده من نهار اللي طاح هو القرعه الاكسجين كانت تما ما كتحيدش على مدار الدقيقه. شحال ديال الوقت استغرقها يعني صعيب تحدد في المده الزمنيه. علاش؟ حيت عندك واحد الصخره غادي وكتحلى كتنقش فيها باش ما تطيحش. اذا صعيب شي واحد. انا دابا عطيتكم المستجدات باش تبقاو ترونكيل وتعرفوا شنو كاين. الناس ديال الحفر اليدوي سالا والمهم لا دابا كيدخلوا المختصين ديال الوقايه المدنيه باش ما تطيحش الحجره اللي داخل تما كاين وتبعث العمليه كامله تحكم عليها بالفشل. تبارك الله عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.